بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين، اللهم آمين. في هذا اليوم نبدأ الربع الأخير من أرباع الفقه، وكما قلت لمن حضر معنا أول درس إن الفقه ينقسم إلى أربعة أرباع: ربع العبادات، وربع المعاملات، والربع المتعلق بالأحوال الشخصية ما يسمى بفقه الأسرة، وانتهينا من هذه الأرباع الثلاثة. والآن نحن في بداية الربع الرابع، الربع الأخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعافية والصحة حتى نتمه من هذا الكتاب. الربع هذا هو يتعلق بالجنايات والحدود والشهادات والقضاء وما يتبع ويلحق ذلك من الأحكام. فبدأ المصنف القاضي العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى بدأ هذا الربع بكتاب الجنايات. وطبعا الفقهاء رحمهم الله تعالى أخروا الكلام على الجنايات إلى بعد الكلام على أحكام المعاملات المالية وبعد ما يتعلق بالأسرة، لأن الغالب أن الإنسان إذا قضى شهوة بطنه وقضى شهوة فرجه تحرك في نفسه دواعي الاعتداء على الآخرين، فربما ارتكب جناية في حق غيره. فعقد الفقهاء رحمهم الله تعالى فصلا أو كتابا يتكلمون فيه على أحكام الجناية. مراد المصنف رحمه الله تعالى هنا لما قال كتاب الجنايات، المراد بقوله كتاب الجنايات الجناية على النفس تحديدا، هذا المراد. أما الجناية على غير النفس، مثلا الجناية على العقل بشرب المسكر، أو الجناية مثلا على العرض، أو الجناية على المال بالسرقة، هذا سيذكره في كتاب مستقل عقده وعنون له بقوله كتاب الحدود. إذن هنا يقصد بالجناية الجناية على النفس، كتاب الجنايات الجنايات على النفس. أما الجناية على الدين بالردة مثلا، أو الجناية على المال بالسرقة مثلا، هذا سيكون عندنا كتاب آخر اسمه كتاب الحدود، سيتكلم فيه على حكم المرتد، سيتكلم فيه على حد السرقة، سيتكلم فيه على حد شارب الخمر، سيتكلم فيه على حد الزنا وحد القذف وغير ذلك من الحدود. إذن عندما قال المصنف رحمه الله كتاب الجنايات يقصد بالجنايات الجناية على النفس، وطبعا المقصود الجناية على النفس أو الجناية على العضو أو الجناية على منفعة من المنافع التي تكون بالإنسان. ولما كان المقصود الكلام على القتل تحديدا، تكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى على تعريف القتل، وتكلموا على حكم القتل عمدا عدوانا، وتكلم الفقهاء أيضا على أنواع القتل من حيث الأحكام التكليفية الخمسة، وتكلموا على أنواع القتل من حيث ما يترتب عليه، وأيضا تكلموا على مسائل متعلقة بهذا المبحث. فقالوا القتل تعريفه هو إزهاق النفس بسبب فعل، أو إزهاق النفس الناشئ عن فعل ولو حكما. قالوا، نكتب التعريف: إزهاق النفس الناشئ عن فعل ولو حكما. القتل إزهاق النفس الناشئ عن فعل ولو حكما. وقولهم ولو حكما لإدخال السحر، فالسحر كما
هو معروف عندكم أنه قد يؤثر فيقتل ويمرض، واضح؟ فالسحر إذن إذا تسبب أو إذا الساحر قتل فلان بواسطة سحر يقتل غالبا، هذا يدخل في القتل، واضح؟ ولذلك قال الفقهاء القتل إزهاق النفس الناشئ عن الفعل ولو حكما، فقولهم ولو حكما يدخل به القتل بالسحر، بخلاف القتل بالعين، مثلا العائن الذي يصيب الآخرين بالعين، فإن هذا لا يترتب عليه القصاص، لأن الغالب أن العين لا تقتل، إذن هذا بالنسبة لتعريف القتل، إزهاق النفس الناشئ عن فعل ولو حكما. ثم نقول بارك الله فيكم، القتل إذا كان عمدا عدوانا فهو من كبائر الذنوب، والله سبحانه وتعالى توعد القاتل في آيات كثيرة، يعني آيات نصت على تحريم القتل، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وتوعد القاتل أيضا في آيات، منها قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تضمنت هذه الآية في سورة النساء تضمنت 5 عقوبات للقاتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. 5 عقوبات توعد الله سبحانه وتعالى بها القاتل. وقول الله سبحانه وتعالى خالدا فيها، المراد بالخلود هنا المكث الطويل، وقال بعض العلماء المراد بالخلود هنا الخلود المؤبد إن استحل القتل، واضح؟ والذي جعل العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن المراد بالخلود هنا المكث الطويل، أو يحملون الآية في حق المستحل، أنه قد تقرر في القاعدة العامة أن كل الذنوب عدا الشرك تحت المغفرة، لقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن من هنا نستطيع أن نقول بارك الله فيكم أن القتل وإن كان عظيما وإن كان أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل، إلا أن الله سبحانه وتعالى يغفره إذا تاب القاتل، فتوبته مقبولة. إذا كانت توبة الكافر تقبل فمن باب أولى أن توبة القاتل تقبل، ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن توبة القاتل تقبل. وإن كان هذا في الحقيقة يعني يجرنا إلى مسألة أنا عنونت لها هنا بالمسألة 5، الحقوق على القاتل. حقوق على القاتل يمكن أن تكون لها 3 جهات: حق لله عز وجل، وحق للورثة، وحق للمقتول. حق لله عز وجل، وحق للورثة، وحق للمقتول. فحق الله سبحانه وتعالى يسقط بالتوبة، فإذا تاب القاتل توبة صحيحة فالله سبحانه وتعالى يعفو عنه، وتوبة القاتل صحيحة كما تقدم. وحق أولياء الدم الورثة حقهم يكون بتسليم القاتل نفسه لهم، أن يسلم القاتل نفسه لهم فيقتص منه أو يعفو عنه، إما إلى دية وإما مجانا. وحق المقتول هذا الله سبحانه وتعالى في الآخرة يصلح بينهم، ويرضي الله سبحانه وتعالى المقتول بثواب عظيم، واضح؟ هذا يكون أمره إلى الآخرة. إذن هذه الحقوق الثلاثة التي تكون على القاتل: حق لله سبحانه وتعالى ويسقط بالتوبة، وحق لأولياء الدم ويسقط بتسليم القاتل نفسه،
فيقتص منه أو يعفو، إما العفو مجانا وقبل ذلك العفو لدية، إما أن يعفو لدية أو يعفو مجانا، وحق المقتول هذا يكون في الآخرة. وبالتالي نقول التوبة تقبل من القاتل على الصحيح من أقوال العلماء، وقد جاءت الأحاديث في السنة النبوية تشدد على أمر القتل، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر الحديث. ومنها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قالت: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مرتبة ذنب القتل بعد ذنب الشرك بالله سبحانه وتعالى. وللأسف يعني في آخر الزمان يكثر القتل بين المسلمين، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في قوله عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان وينقص العلم، وفي رواية: وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: أيما هو يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل ليس المراد قتل المسلمين للكفار، وإنما قتل المسلمين بعضهم لبعض، هذا هو المراد. أما قتل المسلمين للكفار اليوم أقل بكثير إن وجد، يعني أقل بكثير إن وجد من قتل المسلمين بعضهم لبعض، فيقتل المسلم أخاه المسلم وربما قريبه لأمر بسيط من أمور الدنيا. فعلى كل حال نقول إن القتل أنواع ثلاثة، وقبل أن نذكر الأنواع الثلاثة نقول إن القتل باعتباره الأحكام التكليفية ينقسم إلى خمسة أقسام: قتل واجب، وقتل مستحب، وقتل حرام، وقتل مكروه، وقتل مباح. كم صارت؟ خمسة أقسام. قتل واجب، قتل واجب مثل قتل من؟ قتل المرتد. قتل المرتد قتل واجب، المرتد قتله واجب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقتل تارك الصلاة، قتل تارك الصلاة ولو تهاونا وكسلا، يجب على الإمام أن يقتل تارك الصلاة، هذا قتل واجب، واضح؟ وقتل محرم كقتل النفس المعصومة بغير حق، النفس المعصومة سواء كان مسلما أو كان كافرا معصوما. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. إذا كان هذا في قتل المعاهد وهو كافر فكيف بقتل المسلم؟ واضح؟ من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. في الحقيقة يعني عندما تقرأ النصوص في الترهيب من القتل يتولد لديك شعور بالخوف. امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، هذه دخلت النار في هرة بسبب هرة، فكيف بمن قتل إنسانا؟ كيف بمن قتل مسلما؟ على كل حال نقول القتل قد يكون واجبا وقد يكون حراما كما ذكرت، وقد يكون القتل مستحبا. مستحبا ما صورته أو ما مثال له؟ مثال من أمثلته قالوا قتل الغازي المسلم، يعني المسلم في القتال في الغزو، تمام، إذا قتل قريبه الكافر الذي سب الله أو سب رسوله، يعني شخص مسلم قام بغزوة في قتال مع الكفار، من ضمن الكفار الذين يقاتلهم أحد أقاربه، قريبه هذا الكافر سب الله أو سب رسوله، فيستحب لهذا المسلم أن يقتل قريبه الذي سب الله أو سب رسوله،
واضح ولا؟ هذا قتل مستحب، هذا قتل مستحب. قتل مكروه قالوا نفس الصورة السابقة، قتل المسلم الغازي قريبه إذا لم يسب الله عز وجل أو لم يسب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يحصل منه السب فقتله مكروه، إذا حصل منه السب فقتله مستحب. واضح؟ الحكم الخامس القتل عندما يكون مباحا. من صور ذلك قالوا الإمام إذا حصل للمسلمين أسرى، إذا حصل للمسلمين أسرى من الكفار وتساوت الخصال الأربع، الخصال الأربع المن أن يمن عليهم بإطلاق سراحهم مجانا، الفداء أن يأخذ الفداء، والقتل والاسترقاق، فإن تساوت هذه الأمور الأربعة فإن قتلهم يكون مباحا، يعني تساوت من حيث المصلحة للمسلمين فإن القتل يكون ماذا؟ يكون مباحا. إذن القتل قد يكون واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا. هذا بيان لأنواع القتل من حيث الأحكام التكليفية الخمسة، بارك الله فيكم. لكن القتل ينقسم باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام، ينقسم باعتبار ما يترتب عليه إلى ثلاثة أقسام، إلى قتل يسمى قتل عمد، وقتل يسمى شبه عمد، وهو الذي يسميه المصنف رحمه الله القاضي أبو شجاع عمد خطأ، شبه عمد، وقتل ثالث يسمى قتل خطأ. إذن صار عندنا كم أقسام؟ أقسام القتل ثلاثة: قتل عمد، قتل شبه عمد، وقتل خطأ. يعني قد يقول قائل كيف وصلنا إلى هذا التقسيم؟ نقول يمكن لو عملنا هذا التشجير يتضح لنا كيف وصلنا إلى هذا التقسيم. فنقول القتل أو القاتل له حالتان: الحالة الأولى أن يقصد، أن يقصد الجناية، نقصد الفعل، أن يقصد الجناية أو ألا يقصدها. واضح؟ أن يقصد الجناية، أرجو أن ألا تكتبوا، تنتبهوا لهذا ثم بعد ذلك الكتابة. القاتل إما أن يقصد الجناية وإما ألا يقصد الجناية. ما المقصود بالجناية هنا؟ مقصود بالجناية هنا الفعل، تمام، ليس القتل. فرق بين قصد الفعل وقصد القتل. يعني أعطيك مثال، أنت لو عندك على سبيل المثال مسدس، تمام، وأردت أن تقتل شخصا، قصدت قتله، فإنك تطلق الرصاص عليه إما هنا وإما هنا، هذا واضح أنك قصدت القتل. إذا أطلقت هنا أو أطلقت هنا أنت قصدت القتل. إذن أنت قصدت شيئين، قصدت أولا إطلاق النار عندما ضغطت على الزناد، هذا قصد الفعل، وقصدت القتل عندما أوقعت الرصاصة في جبينه أو أوقعت الرصاصة في قلبه، صح؟ إذن قصدت ماذا؟ قصدت الفعل بضغط الزناد، تمام؟ وقصدت القتل، عندك قصدان هنا، تمام؟ لكن لو كنت لا تقصد القتل تريد فقط إعاقته، صوبت إلى قدمه مثلا فأطلقت على قدمه، حينئذ أقول لك أنت قصدت الفعل الذي هو ضغط الزناد لكنك لم تقصد القتل لأنك لم تصوب الرصاصة إلى مقتل مثلا. هذا فقط مثال للتقريب، واضح؟ إذن نفرق بين قصدين: قصد الفعل، قصد الجناية واحد، وقصد القتل. قصد القتل هذا لا يشترط، لا يشترط قصد القتل، واضح؟ إنما الكلام هنا على قصد الفعل، قصد الجناية، تمام؟ إذن القاتل إما أن يقصد الجناية أو لا يقصد الجناية. ما معنى لا يقصد الجناية؟ على سبيل المثال يمشي فكان يوجد شيء زلق في الأرض، إما زيت وإما قشرة موز أو ما شابه ذلك، فداس عليها فسقط على صبي رضيع فقتله،
هذا أصلا لم يقصد الفعل، لم يقصد السقوط أصلا، إذن هذا يدخل هنا، واضح؟ فالقاتل إما أن يقصد الجناية نقول، وإما أنه لا يقصد الجناية، تمام؟ ثم إذا قصد الجناية فهذا ينقسم إلى قسمين، إما أن يقصد الجناية يعني يقصد الفعل ويقصد الشخص، إما أن يقصد الفعل ويقصد الشخص، أو ألا يقصد الشخص بعينه، إما أن يقصد الشخص بعينه، إما أن يقصد الشخص بعينه، وإما أنه لا يقصد الشخص بعينه، إما أن يقصد زيدا مثلا أو لا يقصد زيد، إنما كان يريد أن يصطاد طائرا أو يصطاد أرنبا، تمام، فصوب عليه فطلع له زيد، أو يقصد عمرا من الناس فأخطأ عمر وأصاب زيد، هو لا يقصد زيدا أصلا، واضح؟ إذن إما أن يقصد الشخص بعينه، وإما أنه لا يقصد الشخص بعينه، واضح؟ ثم هذا الذي قصد الشخص بعينه ينقسم إلى قسمين، إما أن يقصده بآلة تقتل غالبا، أو بآلة لا تقتل غالبا، إما أن يقصده بآلة تقتل غالبا أو بآلة لا تقتل غالبا، واضح عندكم تفصيل الفقهاء؟ إذن نأتي إليها مرة أخرى شيئا فشيئا، خطوة خطوة. القاتل إما أن يقصد الجناية أو لا يقصد الجناية، إذا كان القاتل لم يقصد الفعل، إذا كان القاتل لم يقصد الجناية فهذا يسمى قتل خطأ، هذا القسم الأول، تمام؟ ثم إذا قصد الجناية فإما أن يقصد الشخص بعينه أو أنه لا يقصد الشخص بعينه، قلت لكم كمن أراد أن يصطاد طيرا أو أرنبا أو أراد زيدا فطلع له عمر فقتل عمر، إذن هو لم يقصد عمر، هذا أيضا قتل خطأ. إذن عندنا صورتان لقتل الخطأ، الصورة الأولى أنه لم يقصد الجناية أصلا، والصورة الثانية أنه لم يقصد الشخص بعينه، صورة لقتل الخطأ، واضح؟ فإن قصد الشخص بعينه ننظر هل قصده بآلة تقتل غالبا كعود كبير، أو اليوم نستطيع نقول ببندقية أو بمسدس أو سكين حادة أو بفأس، فهذا يسمى قتل عمد، هذا يسمى قتل عمد. وإما أنه قصده بآلة لا تقتل غالبا كعصا صغيرة أو حصاة صغيرة أو إبرة في غير مقتل، يعني مثلا إبرة في ساقه أو إبرة في فخذه فمات بسبب ذلك، فهذا يسمى شبه عمد، واضح؟ هذا وجه حصر القتل في الأنواع الثلاثة. إذن القتل إما أن يكون عمدا، ومن هنا تعرف ما معنى العمد، العمد أن يقصد الجناية وأن يقصد الشخص بما يقتل غالبا، واضح؟ أن يقصد الجناية واحد، وأن يقصد الشخص اثنين، بما يقتل غالبا زاد الفقهاء قيدا غير موجود على السبورة، ويكون ذلك عدوانا ليخرج القتل بحق، فإن الذي يقتل المرتد أو يقتل تارك الصلاة قاصد الجناية وقاصد الشخص بعينه بما يقتل غالبا بالسيف، صح؟ لكن بحق أو عدوان بحق. إذن نزيد ماذا؟ قيدا رابعا، فنقول القتل العمد ما هو؟ من خلال التخطيط هذا تستطيع أن تقول القتل عمد أن يقصد القاتل الفعل أو الجناية، تمام؟ وأن يقصد الشخص بعينه بآلة تقتل غالبا، ويكون ذلك عدوانا. طيب وما هو شبه العمد؟ شبه العمد أن القاتل يقصد الجناية على شخص بعينه لكن بآلة لا تقتل غالبا، هذا يسمى شبه عمد. ما هو قتل الخطأ؟ تقول قتل الخطأ أن القاتل، تمام، لم يقصد الفعل أصلا أو لم يقصد عين الشخص أصلا، واضح؟
إذن من هنا تعرف أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. وبناء على هذا بارك الله فيكم، إذا كان القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام يترتب على كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة حكم. فعندنا القصاص، والقصاص معناه أنه يقتص من القاتل بقتله، ويسمى أيضا القود، وسمي القود لأن القاتل يقاد بأن يربط في عنقه من قبل أولياء الدم ويقاد إلى مكان ليقتص منه فيه، واضح؟ عندنا القصاص وعندنا الدية. في القتل العمد يثبت القصاص، قال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. لكن في شبه العمد لا يوجد قصاص، في قتل الخطأ من باب أولى لا يوجد قصاص، إنما يثبت القصاص ويترتب على قتل العمد فقط، يترتب القصاص على قتل العمد فقط. لكن في شبه العمد وفي الخطأ لا يترتب القصاص، لا يوجد قصاص، مباشرة دية. فإن حصل عفو عن القصاص في حالة العمد انتقلنا إلى الدية. إن حصل عفو، من الذي يعفو؟ يمكن أن الذي يعفو هو المجني عليه، القتيل نفسه، قبل أن يموت في رمقه الأخير عفا، قالوا له: فلان هو الذي قتله، قال: عفوت. واضح؟ إما أن يكون هو أو يكون الورثة. والعفو لا يتجزأ، العفو عن القصاص لا يتجزأ، بمعنى لو عفى واحد فقط من الورثة يسقط القصاص، يكفي واحد فقط، لأن العفو لا يتجزأ. وعندنا قاعدة فقهية تقول: ما لا يتبعض ذكر كله ذكر بعضه كذكر كله. الشيء الذي لا يقبل التجزؤ إذا ذكرت بعضه كأنك ذكرت كله، الشيء الذي لا يقبل التجزؤ لا يتبعض، تمام؟ مثل القصاص، يكفي أن يعفو واحد فقط من الورثة فيسقط القصاص، تمام؟ يسقط القود. ومثل ذلك أيضا الشفعة كما مر معنا في درس الشفعة، ومثل ذلك أيضا الطلاق. فلو قال رجل لزوجته: أنت طالق نصف طلقة، تقع طلقة كاملة، لأن الطلاق لا يتبعض، ما في شيء اسمه نصف طلقة، ربع طلقة، ثلثا طلقة، ما في، واضح؟ أو قال: نصفك طالق، يقع طلاق كامل، ما في نصفك طالق، ربعك طالق، لا يقبل التبعض، تمام؟ ما لا يتبعض ذكر بعضه كذكر كله. ولذلك نقول: إذا عفى واحد فقط من أولياء الدم يسقط القصاص. من هم أولياء الدم؟ هم الورثة، على القول الصحيح هم الورثة، هم أولياء الدم. لكن انتبه معي، الورثة هم أولياء الدم، لكن ينتظر قدوم الغائب. إذا كان واحد منهم غائب انتظروا، لا تنفذوا القصاص حتى يأتي يصل هذا الغائب لنسمع هل لعله يعفو. ينتظر الغائب وينتظر بلوغ الصغير، نعم، ويحبس القاتل، يبقى في الحبس وينتظر بلوغ الصغير، وينتظر إفاقة المجنون، واضح أو لا؟ ويبقى القاتل في الحبس. إذن ينتظر قدوم الغائب، وينتظر بلوغ الصبي، وينتظر إفاقة المجنون، هكذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى. طيب، فإذا عفوا، إذا عفوا عن القصاص أو عفى واحد منهم سقط القصاص، سقط القصاص وترتبت ماذا؟ الدية. ثم هذه الدية تختلف باختلاف نوع القتل. فعندنا في قتل العمد دية، وعندنا في قتل شبه العمد دية، وعندنا في قتل الخطأ دية. ففي قتل العمد طبعا الذي يجمعها جميعا أن كل واحدة 100 من الإبل، 100 من الإبل، 100 من الإبل. لكن الفرق بينها أن هذه مثلثة، أي دية قتل العمد مثلثة حالة على العاقلة، سأشرح هذا.
عفوا على القاتل، عفوا على القاتل، على القاتل، تمام. وشبه العمد تكون مثلثة، تمام، لكنها اثنين تكون مؤجلة خلال 3 سنوات، وتكون على العاقلة. وأما في قتل خطأ فتكون مخمسة، اثنين، وتكون مؤجلة، وتكون على العاقلة. واضح أو لا؟ ما معنى هذا الكلام؟ قلت لكم أن الدية 100 من الإبل، سواء كان القتل عمدا أو كان القتل شبه عمد أو كان القتل خطأ، في الحالات 300 من الإبل. لكن إذا كان القتل قتل عمد، قال لك الفقهاء إذا كان قتل قتل عمد وعفي عن القاتل، فإن هذه الدية تكون بالصورة الآتية، تكون مثلثة. ما معنى مثلثة؟ مثلثة كالتالي، يعني 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة. ما معنى 30 حقة؟ حقة من بلغ سنه من الإبل 3 سنوات فصاعدا، يعني أكمل 3 سنين، تسمى ماذا؟ حقة. فلا بد أن تكون الإبل بلغت هذا السن، 30 ناقة أكملت 3 سنوات، 30 جذعة أي 30 ناقة أكملت 4 سنوات، 40 خلفة يعني 40 ناقة حامل. انظر هذا التجديد، هذا قتل عمد، واضح؟ 40 ناقة حامل، هذا تحصيلها ليس سهلا، هذا صعب، واضح؟ إذن هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لكونها مثلثة. ثم قال وكونها حالة. ما معنى حالة؟ يعني تدفع حالا، تدفع حالا، تمام. وكونها على القاتل أي ليست واجبة على عاقلة القاتل. من هم العاقلة؟ العاقلة هم العصبة ما عدا الأصول والفروع، الإخوان الأشقاء والإخوان لأب وأبناؤهم والأعمام الأشقاء ولأب وأبناؤهم، هؤلاء العصبة، تمام. يقول لك في حالة العمد تكون على القاتل وليس على العاقلة، هذا إذا كان القتل قتل عمد. طيب إذا كان القتل شبه عمد، قال أيضا تكون مثلثة، 30 حقة 30 جذعة و40 خليفة، لكن تكون مؤجلة، تدفع خلال 3 سنوات، في كل سنة يدفع ثلث، في كل سنة يدفع ثلث، وتكون على من؟ تكون على العاقلة وليس على القاتل، على عاقلة القاتل. من هم العاقلة؟ كما قلت لك العصبة ما عدا الأصول والفروع. أما إذا كان القتل قتل خطأ فإنها تكون مخمسة. كيف مخمسة؟ يعني 20 جذعة، 20 حقة، 20 ابن لبون، 20 بنت لبون، 20 بنت مخاض. انظر 5 أجزاء، ليس بينهن حوامل، ما في حوامل. 20 جذعة، 20 حقة، 20 بنت لبون، 20 ابن لبون، و20 بنت مخاض، مخمسة. طيب تكون حالة أو مؤجلة؟ قال وتكون مؤجلة خلال 3 سنوات، ممتاز. طيب وتكون على القاتل أو على العاقلة؟ قال وتكون على العاقلة. إذن هذه حصل فيها التخفيف من 3 أوجه في قتل الخطأ.
واضح؟ هذا استعراض بسيط لأهم الأحكام المتعلقة بهذا. بعد أن استعرضنا هذا نقرأ في الكتاب وننظر المسائل التي ربما فاتت في أثناء الشرح. بسم الله. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: كتاب أحكام الجنايات. جمع جناية أعم من أن تكون قتلا أو قطعا أو جرحا. يعني الجناية قد تكون قتل، والجناية قد تكون ماذا؟ قطع عضو، وقد تكون الجناية جرح، أن يجرح الإنسان آخر، تمام؟ بل قد تكون الجناية أيضا هشم، يعني مثلا يكسر العظم وهو في مكانه، يأخذ حجرا فيكسر عظمك وهو في مكانه مثلا، هذا يسمى هشم. وقد تكون قلع، فيقلع عضوا من أعضائك، واضح؟ وقد تكون إزالة منفعة، مثلا يضربك بعصا في رأسك فتفقد سمعك لا تسمع، أو تفقد بصرك فلا ترى، أيضا كل هذا يدخل في الجناية. قال رحمه الله: القتل على ثلاثة أضرب. أضرب يعني أنواع لا رابع لها: عمد محض، يعني قتل عمد محض، وهذا الذي نسميه نحن ماذا؟ نسميه قتل عمد. محض يعني خالص، تمام؟ قتل محض، عمد محض، وهو مصدر عمد محض، وهو مصدر عمد، عمد مصدر عمد. قال: بوزن ضرب. ضرب كيف ننطقها؟ ضرب يضري، يضري يضرب، صح؟ ضرب يضرب، ممتاز. إذن نقول عمد يعمد، ها؟ ضرب يضرب يعني عمد يعمد، تمام؟ إذن ينطق عمد يعمد، المضارع يعمد، تمام؟ قال رحمه الله: ومعناه القصد. وخطأ محض، هذا القسم الثاني أو النوع الثاني. وعمد خطأ الذي سميناه في الشرح شبه العمد. قال: وذكر المصنف تفسير العمد في قوله. طبعا هو يقول لك هنا، يقول لك: القتل على ثلاثة أضرب. يقول هكذا، في الحقيقة ليس القتل فقط، وإنما ذكر القتل لأن الدرس يتكلم عن القتل، وإلا كذلك القطع، قد يكون القطع عمد، وقد يكون القطع خطأ، وقد يكون القطع شبه عمد، وكذلك الجرح، قد يكون الجرح عمدا، وقد يكون الجرح خطأ، وقد يكون شبه عمد. إذن لماذا خص القتل؟ خص القتل لأن الكلام حوله، وإلا ليس الأمر محصورا فيه. قال رحمه الله تعالى: وذكر المصنف تفسير العمد في قوله: فالعمد المحض هو أن يعمد قال فالعمد المحض هو أن يعمد الجاني إلى ضربه، أي شخص، بما أي بشيء يقتل غالبا، تمام؟ أي بشيء يقتل غالبا، أخرج ما كان يقتل نادرا. فإذا كان الشيء يقتل نادرا، قلت لكم كحصاة صغيرة أو عصا صغيرة، تمام؟ فهذا لا يسمى قتل عمد. قال: وفي بعض النسخ في الغالب ويقصد الجاني قتله. عندما قال لك المصنف أبو شجاع ويقصد الجاني قتله، هنا تعقبه الشراح. كيف يقصد الجاني؟ لا يشترط قصد القتل، وإنما يشترط قصد الفعل، لكن قصد القتل لا يشترط، واضح؟ قال: ويقصد الجاني قتله، أي شخص بذلك الشيء، وحينئذ فيجب القود، أي إذا كان القتل عمدا فيجب القود، أي فيجب القصاص، فيجب القود عليه، أي الشخص الجاني. وما ذكره المصنف من اعتبار قصد القتل ضعيف. قال الشارح ضعيف، حتى الشارح عندما قال ضعيف تعقبه بعض العلماء، قالوا: عندما تقول ضعيف يعني كأنه رأي في المذهب ضعيف، لكن في الحقيقة أصلا هذا غير موجود في المذهب،
هذا غير موجود أصلا في المذهب. تمام. قال: وما ذكره المصنف من اعتبار قصد القتل ضعيف والراجح خلافه. ويشترط طبعا بعد ذلك، هذه شروط القصاص سنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم تفصيلا. وعندنا القصاص أو عندنا القتل بارك الله فيكم، حتى يجب فيه القصاص له ثلاثة أركان: قاتل وقتل ومقتول، وكل واحد من هذه الثلاثة له شروط سنذكرها في الدرس القادم. قال: ويشترط لوجوب القصاص في نفس القتيل، ويشترط لوجوب القصاص في نفس القتيل أو قطع أطرافه إسلام وأمان. يعني حتى يجب القصاص لابد أن يكون المقتول مسلما أو يكون المقتول معصوما. أما إذا كان المقتول مرتدا أو كان المقتول حربيا، واضح، فهنا لا يجب القصاص. قال رحمه الله: فقال: فيهدر الحربي والمرتد في حق المسلم، فإن عفى عنه أي عفى المجني عليه. هل يمكن أن يعفو المجني عليه المقتول؟ قلت لكم نعم يمكن. ولو كان الشارح رحمه الله عبر بقوله فلو عفى المستحق لكان أولى، ليشمل المقتول وأولياء الدم أيضا بعده. تمام. قال: فإن عفى عنه أي عفى المجني عليه عن الجاني في صورة العمد المحض وجبت على القاتل دية. كيف هذه الدية؟ قال: مغلظة حالة في مال القاتل. ما معنى مغلظة؟ مغلظة يعني مثلثة، 30 30 40، 30 حقة، 30 جذعة، 40 خلفة، كما هو مبين أمامكم على السبورة. قال: دية مغلظة حالة، حالة يعني تدفع حالا في مال القاتل ليس على العاقلة. تمام. قال: وسيذكر المصنف بيان تغليظها إن شاء الله سيأتي معنا. قال رحمه الله: والخطأ المحض. قلت لكم إن الخطأ المحض له صورتان: إما أنه لا يقصد الفعل أصلا، أو يقصد الفعل لكن لا يريد هذا الشخص بعينه، يريد غيره فأصاب هذا الشخص، له صورتان. هنا يقول: والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء كصيد فيصيب رجلا فيقتله. إذن هو ذكر صورة واحدة وبقيت صورة أخرى لم يذكرها، وهي الصورة التي لم يقصد فيها الفعل أصلا، كأن زلق بشيء فوقع على آخر فقتله مثلا. قال: والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء كصيد فيصيب رجلا فيقتله، فلا قود عليه، أي لا قصاص في قتل الخطأ، فلا قود عليه أي الرامي، بل يجب عليه دية مخففة. وسيذكر المصنف بيان تخفيفها. مخففة، المقصود بالتخفيف هنا أي مخمسة، 20 20 20 20 20، 20 جذعة، 20 حقة، 20 بنت لبون، 20 ابن لبون، 20 بنت مخاض. تمام. على العاقلة مؤجلة عليهم في 3 سنين، يدفعونها خلال كم؟ 3 سنين. تجب على من؟ تجب على العاقلة. وقلت لك من هم العاقلة؟ العاقلة هم كما سيذكر الشارح رحمه الله العصبة ما عدا الأصول، يعني ما عدا الآباء والأجداد، وما عدا الفروع، ما عدا الأبناء وأبناء الأبناء، فيدخل في العصبة الإخوان الأشقاء أو الإخوان لأب، وأبناء الإخوان والأعمام الأشقاء والأعمام لأب وأبناؤهم. قال: على العاقلة مؤجلة عليهم في 3 سنين، يؤخذ آخر كل سنة منها، أي من السنوات الثلاث، قدر ثلث دية كاملة، أو على الغني من العاقلة من أصحاب الذهب آخر كل سنة نصف دينار، ومن أصحاب الفضة 6 دراهم، كما قاله المتولي وغيره، متولي من كبار فقهاء الشافعية
قال والمراد بالعاقلة عصبة الجاني لا أصله وفرعه، يعني عصبة الجاني ما عدا الأصول والفروع. طبعا هو شرح لك باختصار كيف تؤخذ الدية من العاقلة، كيف تؤخذ الدية من العاقلة إذا كان القتل خطأ أو كان القتل شبه عمد. نقول كالتالي، انتبه معي، الدية تجب على العاقلة. العاقلة هؤلاء ينقسمون إلى غني ومتوسط وفقير، إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. العاقلة وطبعا لهم شروط وإن شاء الله سنأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم. العاقلة هؤلاء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، إلى غني ومتوسط وفقير. من هو الغني؟ قال لك الغني من لديه كفاية العمر الغالب وعنده 20 دينارا فأكثر. واضح؟ الغني من لديه كفاية العمر زائد 20 دينار فأكثر. تمام؟ من هو المتوسط؟ من لديه كفاية العمر وعنده أقل من 20 دينار، يعني ما بين 1 إلى 19. وأما الفقير من ليس لديه كفاية العمر أو من هو دون ذلك. واضح؟ إذن مصطلح الغني هنا ليس هو الغني الذي يذكر في باب الزكاة. الغني هنا له تعريف آخر. الغني هنا من لديه كفاية العمر الغالب وعنده 20 دينارا، دينارا يعني ذهبيا، والدينار يساوي 4 جرامات وربع، عنده 20 دينارا فوق ذلك، فوق كفاية العمر فأكثر. تمام؟ أما المتوسط فمن لديه كفاية العمر وعنده أقل من 20 دينارا، يعني من 1 إلى 19 دينار. طيب نفترض على سبيل المثال زيد قتل خطأ. زيد هذا قاتل، لكن قاتل خطأ. تمام؟ وزيد هذا عنده 5 إخوة. عنده الأخ رقم 1 والأخ رقم 2 والأخ رقم 3 والأخ رقم 4 والأخ رقم 5. هؤلاء الإخوة أشقاء. وعنده الأخ رقم 6، هذا من أب. نحن قبل أن نذهب إلى هذا الذي هو من أب، قبله يوجد أشقاء، إذن يطالبونهم. نطالب أولا من؟ الأشقاء، لأن في العصبة يقدم الأخ الشقيق على الأخ الأب. إذن أولا نمسك من؟ الإخوة الأشقاء. تمام؟ نأتي للإخوة الأشقاء. ننظر إلى الأول، وجدنا الأول غني بهذا التعريف، على هذا التعريف، ووجدنا الثاني متوسط، ووجدنا الثالث فقير، ووجدنا الرابع غني مثلا، ووجدنا الخامس غني مثلا. فنقول رقم 1 أنت غني، نريد منك في نهاية السنة أن تدفع لنا 0.5 دينار إن كنت من أصحاب الذهب. تمام؟ وإن كنت من أصحاب الفضة، قال أن تدفع لنا كم، دينارا أو نصف دينار. وإن كنت من أصحاب الفضة 6 دراهم، إن كان معك فضة تدفع 6 دراهم، إن كان عندك ذهب 0.5 دينار. اليوم العملات كلها بالذهب، تمشي على الذهب. تمام؟ أنت متوسط، عفوا، الغني دينار أو 0.5 دينار؟ على الغني 0.5 دينار. أوه. قال أو على الغني من العاقلة، نعم، 0.5 دينار. الغني 0.5 دينار، المتوسط 0.25 دينار. المتوسط 0.25 دينار. أنت فقير ليس عليك شيء، أنت غني تدفع 0.5 دينار ذهبي، أنت تدفع 0.5 دينار. ممتاز. كم جمعنا الآن؟ جمعنا هذا المبلغ، هنا دينار وهنا 0.5 دينار، دينار ونص، وهنا ربع، يعني عندنا ديناران إلا ربع. هل هذا المبلغ ديناران إلا ربع يكفي لشراء ثلث الدية أو لا؟ إذا كان يكفي الحمد لله، لا نطلب من بعدهم.
إذا كان لا يكفي نذهب بعد ذلك إلى الأخ لأب. أخذنا من الأخ لأب، اكتفينا، اشترينا ثلث الدية بها ونعمة، لم نذهب إلى الأعمام. إذن هكذا نتدرج هكذا شيئا فشيئا حتى نأتي على شراء ثلث الدية أو على تحصيل ثلث الدية. فهمنا بارك الله فيكم؟ إذن بهذه الطريقة أخذوا الدية. ولذلك هنا ذكر الكلام حقيقة مختصرا فقال: في 3 سنين يؤخذ آخر كل سنة منها قدر ثلث دية كاملة، قدر ثلث دية كاملة أو على الغني، والمراد بالغني هنا من يملك زيادة على ما يكفي العمر الغالب له ولمن ينفق عليهم، تمام، بزائد 20 دينارا فصاعدا. قال: من العاقلة من أصحاب الذهب، من أصحاب الذهب آخر كل سنة نصف دينار، ومن أصحاب الفضة 6 دراهم كما قاله المتولي وغيره. والمراد بالعاقلة عصبة الجاني لا أصله وفرعه. ثم قال: وعمد الخطأ الذي هو شبه العمد أن يقصد ضربه بما يقتل غالبا، أن يقصد ضربه بما يقتل غالبا، كما هو أمامكم مرسوم في التخطيط في التشجير. بما لا، بما عندك ماذا؟ عفوا، بما لا يقتل غالبا، بما لا يقتل غالبا. قال: كأن ضربه بعصا خفيفة، عصا خفيفة، فخرج ما لو كانت العصا ثقيلة غليظة، تمام. قال: فيموت المضروب فلا قود عليه. إذن في شبه العمد أيضا لا يوجد قصاص، لا يوجد قود، تمام، بل تجب دية مغلظة، مغلظة يعني مثلثة كما هو موضح أمامكم في الجدول، مثلثة 30 30 40، 30 حقة، 30 جذعة، 40 خالفة، على العاقلة. وكما قلت لكم العاقلة هم العصبة ما عدا الأصول والفروع، مؤجلة في 3 سنين، وسيذكر المصنف رحمه الله بيان تغليظها. ثم شرع المصنف في ذكر من يجب عليه القصاص المأخوذ من اقتصاص الأثر إلى آخر ما قال. هذا إن شاء الله عز وجل افتتاح الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.